الشخصية ديالو يعني أولا الشخصية ديالو معروفة، يعني الشخصية ديالو حتى يعني كانت شخصية قوية جدا، والهيبة سبحان الله العظيم يعني لا هو ولا سيدنا الله يسره، كان واحد الهيبة من عند الله سبحانه وتعالى يعني الهيبة. ثالثا كان رجل يعني بسيط كتشوفوا يعني هذا، ولكن اللي كتشوفوا واحد البساطة احنا كنشوفوه من الجانب الفني. إن كنا نعملوا المناسبة الوطنية كنا كندخلوا بكثرة القصر الملكي، حسن ثاني كان فنان، يعني لما أقول فنان كانت عنده ثقافة فنية كبيرة جدا، وعنده حس يعني قليل اللي عنده ذاك الحس الفني، يعني عنده الحس بالكلمة باللحن بالإيقاع بالأداء بالعزف. يعني تصوري أنه الفرقة الموسيقية يعني الجوق الملكي قاعد كله بالآلات الموسيقية الكمجات وناضوا دار من مورهم وجاو قال لي الواحد ساوي الآلة ديالك. ثانيا الإيقاع، لا هذا الإيقاع ماشي هو اللي خصو يكون. ثالثا كان تيعزف الإيقاع من الطراز العالي، تيعزف الأكورديون كذا، كان تيسير الفرقة الموسيقية، كان تيعطي ملاحظات قوية جدا في الألحان، في بعض الأحيان تيوقف الجوق يعيط للمعلم الله يرحمه السي عبد السلام خشان والسادي المرحوم اللي كان رئيس الجوق الملكي واللي كان عبقري فنان كبير، كيعيط ليه يقول لي اودي اشنو هذا الشيء اللي جبتي لي كنسمع. والاصوات اذا كان شي صوت خايب كيعجبوش، كان كيقدر المطربين، المطربين هذا اللي هما مطربين عبد الهادي عبد الوهاب نعيمه سميرة الحياني الله يرحمه محمود عبد المنعم الجامعي محمد الغاوي، يعني هما كتار، سميرة أسبال داعمة سميح كما ذكرت، حياة الإدريسي إلى غير ذلك، عزيزة جلال، كانت كيعجبوا الأصوات ديالهم، ولكن كانوا بعض الأصوات اللي كيدخلوا بعد النوبات يكون صوت من الأصوات اللي كيبغي يشارك سيدنا. فطبعا إذا كان هذا الصوت كيستحق التنويه كينويه به، إلا ما كيستحق التنويه تعيط لذاك السيد اللي هو ملحن تيقول لي يعني بحال كيقول لي علاش من جايب لي هذه تغني لي أو هذا يغني لي. وقعت مع واحد كبار سميتو شي واحد من المغنيين، دخل نعم سيدي نتمنى ان شاء الله انني كون عجبت سيدنا، قال لي وانت غنيتي، بمعنى ها انت غنيتي، ولكن كان دقيق في الملاحظات ديالو، دقيق في الالتقاط ديال الجمله الموسيقيه، اذا كان شي عمل جميل كيحرص على انه يعاود يسمعه، كان شي عمل اللي هو هذا ومرارا وتكرارا، كان تيقول المعلم الله يرحمه السي عبد السلام خشتان اللي ما مزيانش ما تدخلوش عندي ما تجيبوليش، يعني اللي ما بمعنى اللي ما كتوفرش فيه الشروط باش يوقف امامي ونسمعو، لان هذا. وكان ذوق، كيعجبو الشعر، كيعجبو الزجل، الاصوات الجميله، العازفين المزيانين، خصوصا ان الجوق الملكي يتوفر على عازفين متميزين مزيانين بزاف وقاريين، وكانوا كيعزفوا جميع الانماط الفنيه، يعني من ملحون من اندلسي من كلاسيكي من موسيقى مغربيه، من يعني كل شيء يعزفوا مع عبد الحليم، مع عبد الحليم حافظ، كان تينوض تيسير الفرقه الموسيقيه مع عبد الحليم حافظ. لا هو كان انسان، لانه بعد اولا ما كانش شي واحد اللي جاد عنده وطلب منه شي حاجه ورضى ليه ابدا، حتى سيدنا الله ينصره، مستحيل
يعني الانسانيه ماشي نقول الصدق الانسانيه ديالهم بجوج لا سيدنا الله يرحمه ولا سيدنا هذا لا توصف من الجانب الانساني. ولكن كاينه واحد القضيه لا ريغور، كاين واحد المساله يعني الانضباط والدقه في الملاحظه وال يعني طقوس ديال اللي خصها تكون ديال الملك، فهمتيني؟ يعني التواضع، الحزم، داك العطف، التفاعل، الصرامة إذا استلزم الأمر ذلك. بمعنوبات كاين شي ناس اللي عيط للمعلم الله يرحمه، عيط للسيد السلام قال لي هذاك ما بقاش يدخل عندي، معلوم؟ معلوم؟ كاين واحد القضية كانت وقعت الله يرحمه للسي أحمد الغرباوي. السي أحمد الغرباوي كان هو ديك الساعة كان عبد الحليم حفيظ، ودخل السي أحمد الغرباوي ودار واحد التصرف غير معقول، غير معقول، يعني كيسحبوا أنه غادي يتصرف مع سيدنا الله يرحمه شي تصرف اللي غادي يقبله. لا، كاين حدود، فهمتيني؟ حدود. قال لك انت مثلا تصرف شي تصرف لا بيديك ولا بكذا ولا في الكلام ولا في هذا. ايه دار لي هذا، حيت لهم قال لهم هذا ما يبقاش يدخل عندي. كذلك ملحن اخر، ملحن دخل دار واحد العمل ما عجبوش، جاب لي الله انه بان هذا السيد هذا ولا كي قال لي هذا ما بقاش يعاود يلحن ليا، ما بقاش يدخل عندي. يعني بمعنى هذاك راه فيه عده عقاب، عقاب لي نقول لك ما تبقاش تدخل عندي، تتولي عندك مشكل، لا بالنسبه للمسؤولين لا بالنسبه للاذاعه ولا كتبغي تسجل ولا هذا، راه كتهضر بحال هذاك من المغضوب عليهم والضالين. فاذا هنايا كاين واحد المساله، لان وهذا كيدخل في اطار التربيه، اطار التربيه وحسن التعامل. والفنان خصو يكون عارف انه مراه المجتمع، بأنه كيخصو يعطي المثال الطيب والمثال الجميل داخل المجتمع. وهي المواقف طريفة كثيرة، ولكن أنا أتجنب أنني كنجتنب أنني نتكلم على مسائل اللي هي ربما كتحدث مرة وكتكون عفوية وكتهضر، يعني صراحة بمعنى كان عطوفا جدا. أنا غادي نحكي لك واحد القضية وقعت وعندي الصورة ديالها. سي محمد بن الخياط رحمة الله عليه، ملحن متميز، أستاذ، طبعا كان عنده شي مشكل بسيط ما كنتش عارف أنا شنو هو. كنا في الدار البيضاء، في دار المخزن ديال الدار البيضاء، وقف أنا وسي عبد الهادي بن الخياط وواحد السيد دار المخزن، كان من الناس المقربين ديال سيدنا وهذا، وجا عندي مسكين قال لي يا مولاي احمد الله يخليك، واش يمكن هذا انا عندي واحد المشكل وكذا وكذا، وسيدنا الله يرحمه دايز. وانا تدي نعم سيدي دار، ودفعت انا سي محمد بالغياط بالخياط لعنده، خليته دوا معاه، دوا معاه بواحد الطريقه وبواحد السلاسه وهذا. مشى سيدنا دخل هذا ورجع قال لي اكتب لي، يعني اكتب لي سي محمد، كتب ذاك المسائل هذا واعطيناها لمحافظ الجوق الملكي. يعني ايوا حنا وقفنا وكذا، سيدنا الله يرحمه خرج وجا قال لي ما عطيتينيش، قال لي نعم سيدي درتي انا راه مصوره. قلت له نعم سيدي راه عطينا الورقه للمحافظ ديال الجوق الملكي اللي هو سيركوزي. قال خيار، وفعلا قضى ليه الغرض ديالو لهاد الدرجه. سي محمد الحياني اللي مرض حتى هو، يعني وقف دا معاه تيتكلم معاه باش صيفطو يتعالج.
سي حسن قدميري راسيفتوش عايش في سويسرا، كان عنده سيدنا كذلك. سيدنا ما كيخليش الناس اللي يطلبوا انهم العلاج او يطلبوا كذا، دائما كيقوم بالواجب. الله يطول عمره والله يخليه لنا، والله يخلي لي وليداته، وبغينا نشوفوه بخير وعلى خير، والراحه لهذا الوطن. بغينا الراحه لهذا الوطن في ظل العرش العلوي المجيد.